السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم تفاعلا مع الاحداث الاخيره نلقاو رئيس الجمهورية اليوم استدعى كل من رئيسة الحكومة على حدة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على حدة طبعا وجه أوامر وتعليمات معناها عضوي الحكومة رئيس الحكومة والوزير نبدأ بلقاء رئيسة رئيس الجمهورية مع السيدة رئيسة الحكومة سيدة نجلة بودن تناول اللقاء جدول أعمال مجلس الوزراء القادم والوضع العام في البلاد. رئيس الجمهورية عاود أكد من جديد على أن الواجب المقدس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون، لأن عدد غير قليل تسلل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها. فضلا على أن البعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب في حين أن أهم مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي ولا أي شكل من أشكال الانتماءات حسب رئيس الجمهورية قيس سعيد كما زاد تم تطرق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتوينسا وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة اللي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي طبعاً مسألة العدل الاجتماعي مهمة التونسيين ومطالبهم ووضعيتهم مقبلين على شهر رمضان المقدرة الشرائية ربما يكون من خلال اتخاذ بعض الاجراءات في علاقة بشهر رمضان طبعاً نتابع المجلس الوزاري القادم كما زاد رئيس الجمهورية استدعى وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين إلى قصر قرطاج بطبيعة الحال حكيو على الوضع الأمني العام في البلاد فقط نفكركم قبل ما نواصل في بلاغ رئاسة الجمهورية بأنه البارح جبهة الخلاص الوطني نظمت مسيرة رغم رفض ويلي تونس ورغم اللي المسيرة هذه ما هيش مرخصة ومعناها ونفذوا المسيرة إلا أنه وزارة الداخلية كانت هبطت كومينيوكي البارح قالت بأنه أمن المسيرة في ظروف عادية ولكن راي ما هيش مرخصة وأعلمنا النيابة العمومية بكل ملابسات وكل مرافقة هذه المسيرة على خطر زادة وجهوا تنبيه وجهوا لهم دعوة ولكن المتظاهرين أصروا على مواصلة الاحتجاج نواصل مع بيان رئاسه الجمهورية هوني شدد رئيس الجمهورية على ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات بالرغم من أن الذين كانوا يدعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصورين بأنهم أعداء طبعا هوني حركة النهضة اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية زيد عليهم بعض الأطراف الأخرى جبت الخلاص حملها ميمي ما تنسيوش أنه حملها ميمي في آخر مسيرة اللي رفعوا شعار ضد الغنوش قالهم مش وقته توا خلينا نحكيه على قيس سعيد وقتها فبالتالي اليوم هذه الرسائل يوجهها رئيس الجمهورية إلى المعارضين ويقول أصبح حلفاء يتظاهرون أمام عدسات المصورين بأنهم أعداء ويأكد رئيس الجمهورية مجددا على تفكيك كل شبكات الفساد اللي أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مسائلة أو حساب ويقول كشفت مدارج المسرح البلدي انهم كانوا يتقاسمون الادوار في باردو في مسرحيه وضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممن لا هم لهم سوى السلطه والمال والعماله للخارج وذكروا بانه يحكي على المسرح البلدي مباشره في الوقفه الاحتجاجيه متاع جبهه خلاص وحركه النهضه وبعض الوجوه البارزه والقيادات البارزه اشار اليهم رئيس الجمهوريه مباشره اليوم زادت تصريحات الاستاذة وفاء الشيد اشارت الى جمله من النقاط قالت بينو فما اخبار ساره ومفاجات عديده من الحجم الثقيل حول ملف وديع الجري انتظرونا اشارت الى قضيه البغدادي المحمودي وقالت باذن من السيده وزيرة العدل ليلى جفيل توجه فريق من التفقدية العامة هذا الصباح لمتابعة ملف المحمودي اللي فتحت وزيرة العدل فيه تحقيق بقطب الإرهاب منذ في 2022 ومتورط فيه كل من المنصف المرزوقي سمير ديلو نور الدين البحيري وحمادي الجبالي وتقول هذا ولا يفوتنا ان نستنتج ان كل من من تستر على ملفات الارهاب مصيره الاعفاء في اشاره الى القضاة كذلك تحكي على سيد الفرجاني اللي هو معناه في السجن حاليا على ذمة قضية أنستالينغو تقول لقد تم تعيين سيد الفرجاني مستشار بوزارة العدل في فترة البحيري وقد خصص له مكتب وسكرتيره بالطابق الثالث وفعليا كان بمثابة الوزير حيث تتم اللقاءات بمكتبه وحسب شهادة الموظفين بالوزارة كانت تتردد على المكتب وجوه مشبوهة كروابط حماية الثورة بعض أنصار الشريعة وباندية وبشهادة أحد الموظفين بالطابق كان السيد يدخل مكتبه من الخامسة صباحا إلى بعد منتصف الليل وقد تمت معاينته وهو يحمل يوميا حقيبة مملوءة أموالا توزع على الميليشيات حسب تعبير الأستاذة وفاء الشاذلي. وتقول هذا ويعقد سيد فرجاني جلساتي مع سفراء بمكتبه وأغلب من يتردد عليه سفراء بريطانيا وقطر وتدوم أحيانا الجلسات أكثر من أربع ساعات كما زاد يخصص زوز أشخاص من أنصار لحمايتو تم إلحاقهم كموظفين بالوز... بالوزارة وبشهادة أحد الموظفين أن أحدهما كان يحمل سلاح ناري حسب تعبيرها وتقول زادا هذه عينة ممن عبث بمؤسسات الدولة خلال عشرية الحرية والديمقراطية بطبيعة الحال هذه معلومات في غاية من الخطورة كيف رئيس الجمهورية قبل حكي على حيادية المؤسسات وعلى المحافظة على المرفق العمومي ومؤسسة الدولة فهذا مهم جدا لأنه معطيات خطيرة للغاية القيادي في جبهة الخلاص الوطني رياض شعبي والمستشار السيسي لرئيس حركة النهضة قال بأن عديد الإشكاليات ظهرت على مستوى حرية التظاهر والتجمع منذ تولي ولي تونس كما لفقي لمنصبه في محاولة منه للتأكيد على ولائه للسلطة الحاكمة في تونس من خلال اتخاذه لإجراءات يتجاوز فيها الشروط القانونية الشعيبي قال بأن الهدف من مسيرة جبهة الخلاص هو الاحتجاج على قرارات الإيقاف اللي شملت نشطاء سياسيين منقبين وأعلاميين وقال زاد تم وضعهم في السجن وحشرهم في قضية مفتعلة تحت مسمى التآمر